السلام عليكم. توقيت المباراة القوية المرتقبة تجمع اليوم بين الهلال السوداني والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة لهذا اللقاء. خسر الهلال السوداني مباراة الجولة الأولى أمام ماميلودي سانداونز الجنوب الإفريقي ليحتل بذلك المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، بينما الأهلي المصري وجلت مباراته أمام الأهلي السوداني في الجولة الأولى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ويواجه الهلال السوداني الأهلي المصري في الجولة الثانية من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 على ملعب الهلال في الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر والسودان، 7 مساء بتوقيت السعودية. وسيتم نقل هذا اللقاء على قناة بين سبورتس HD3 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.